جميع الاباء وحتى الاطفال مع قيدية الطلبه. اولا اليوم هذه الوقفه اللي دارها الاطر التربويه كنت شخصيا تتمنى ما نوصلوش ليها، ولكن مسؤولي رغم المحاولات ورغم المراسلات ما يعني ما كاينش تهديد، ما كاينش اراده، ما كاينش اصغاء، ما كاينش اصغاء لهذه الوضعيه. اليوم كاينه هذه الوقفه اللي هي تعتبرها نضال وحق من حقوق الدستور، ولكن هذه المسؤوليه ديال التعاون الوطني انا نقولها باقي نقولها الله يهديهم. ما جاي ما عندوش شي برنامج اللي هي رفقات الحكومه، باقي عندهم داك الشيء ديال هذه الحكومه السابقه. اذا هنا اليوم تنقول الوزيره الله يخليك السيده الوزيره، راه حنا تنقول لك هنا راه كاين اللي ما تيسايرش هذا البرنامج ديال الحكومه. راه حنا من اكبر جمعيات على الصعيد الوطني، خدينا احسن جمعيه في العالم، احسن جائزه في العالم العربي، يعني مخدمه 586 اطار تربوي، عندنا 560 طفل وطفله، يعني واحد الجمعيه كبيره جدا. اذا هنا كيخصها دخل حل هذا المشكل، لانه بدون حل هذا المشكل الاسبوع المقبل غتكون هنا واحد النوع من الكارثه على الاوساط اللي غادي يجوا لهذا المقر، هذه البلاصه، وغادي يوقفوا ويديروا عاد ثاني واحد النوع من الفوضى، وانا ما بغيتش هذه القضيه نوصل لها. واش استنفدتوا جميع اشكال الحوار استنفدتوها؟ والله الا عيني هذه صافي 6 شهور وباقي ما تخلصش، اسمح لي 6 شهور. هذا راه خصو اش نقول لك، هذا راه خصو يموت، هذا ما بقاش غادي غير دابا. واش هذا الشيء مخلفات ديال الحكومه السابقه؟ هذا من تخلفات الحكومه السابقه. في نظركم واش هذا الشيء يعني عن عمد او لا مثلا غير مقصود مثلا؟ انتم في رايكم؟ انا نقول لك واحد القضيه بكل صدق مع المواطن، والله ما بقينا نفهم والو، لانه السياسه سيدنا راه باينه حسابات ضيقه. هادشي اللي كاين، تطلع حكومه تحيدوا الوزاره تيبقى داك لوبي لتحت تيخدم لتحت، هذا هو. حنا هاد الوزيره جات، هاد الحكومه جات، حنا ما تنواخذوش عليها لانه يلاه بدات، ولكن هاد الناس اللي تيديروا العصا في الرويضه خصهم يحيدوهم، لانه هاد الميزانيه ديال هاد الجمعيات راه موجوده وكاينه. وكاين الجمعيه ما عندهاش انتماء سياسي الجمعيه ابدا. وعلاش مثلا غيتم حساب غيكون حسابات ضيقه مع هذه الجمعيه مثلا؟ كون معايا ولا راك عدويا، هذا يجي لي كان هذا هو المبدا، هذا الشيء اللي عطى الله. حنا راه ما عندناش داك الشيء، انا حياتنا دوزناها حنا مغربي، يعني لا راي في السياسه، ولكن ما نحزمش. اذا رسالتكم لمن كتوجهوها؟ للوزيره، هي انا المسؤول على القطاع، نتمنى انه ندخل، انا تنعرف حازمه، يعني انسانه واعيه وباغي تنجح في هذا العمل، نتمنى تصنت لنا مزيان، لانه اليوم ماشي تنديروا الخطاب في الباط، لا حنا جميعا مضره السيده الوزيره بزاف. اذا حلوا مع هذا المشكل الله يخليك، اقرب وقت، تنقول اقرب وقت. اذا هذه الوتيره ديال هذا الاحتجاج ربما نقدر تصعد مع المده. ما الاسبوع الجاي غادي تجمعوا كل شيء، 850 عائله غتكون هنا الدين الجا من غير هذا. هو كنقولوا لهم ها هي الوقفه، هذه كانت كارثه بالنسبه لي. هو نحلوا عاوتاني الجهه نعيطوا الامن عاوتاني فوكا نقتلوا المعاقين هنا، لا شيء هذا الشيء راه خطير جدا، ولا لا يحلق حقنا الى الوضعيه. شكرا شكرا.